الولايات المتحدة التي ستستهدف الولايات المتحدة أخي عامر. الولايات المتحدة هي كانت واحدة يعني كان بالنسبة لها ال- 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 الهدف الأساسي لإسقاط النظام السابق، واللي هو النظام السابق تصنفه بأن الراديكاليين الذين يحكمون في السودان. وبالتالي منذ 93 كانت الولايات المتحدة بصورة مكشوفة تحارب النظام السابق، ويمكن يكون منذ يعني 94 كان التصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة سوف نحارب السودان بجيرانه، ودفعت 20 مليون. كل البقائع دي معلومة، استخدم فيها الجيش اليوغندي واستخدم فيها جيش دولة جنوب السودان لإنفاذ لإسقاط النظام السابق. فالهدف الأساسي لإسقاط النظام السابق هو إبعاد التوجه الإسلامي أو سيطرة الإسلاميين الموجودين في داخل السودان، وده الهدف المستمر إلى الآن. فبالتالي كان الـ يعني استخدام الحرية والتغيير، ومعظمها عبارة عن شخصيات مصنوعة تم صناعتها خلال هذه الفترة منذ 93 إلى تم إسقاط النظام في 2019، وأتوا بهذه الشخصيات ومعلومة كلها هي ما يعني تنتمي وكلها تحمل جوازات أمريكية، وكلهم أتوا بهم لسدة الوزارة عندما فشلوا، وكان على رأسهم حمدوك. فعندما فشلوا في الثلاث سنوات الأولى وتم الانقلاب عليهم أو تم التصحيح بواسطة البرهان، عادت مرة أخرى الولايات المتحدة بواسطة ليفي التي تضغط على الجانبين لكي يعودوا، وكان دي بداية الإطاري. عندما فشل إنفاذ الإطاري وفشل دقلوا في إنفاذ الإطاري عسكريا، أتت ليفي الآن هي التي تدير المفاوضات في السعودية، وليس السعودية. السعودية إنما عقال وبشت فقط، لكن الذي يدير هذا الأمر تماما هو الولايات المتحدة. وكل الذي أقوله لك هو معلوم تماما بالنسبة للقيادة في السودان، وكان يفترض أنها ابتداء ترفض هذه المسألة، لكنه يعني لاعتبارات كثيرة جدا يعني وكذلك التهديد من الولايات المتحدة والضغط على القيادة وعلى قائد الجيش بصورة مستمرة وهذا الضغط، فبالتالي كان الحضور الأمريكي في هذه المرة لإنفاذ هذا المشروع الأمريكي بنفسه. بعد أن اتضح من خلال هذه المفاوضات بصورة واضحة جدا الانحياز للدعم السريع، ومش الانحياز للدعم السريع يعني حكاية مدسوسة يعني أخ عامر لا تتصور أنه إذا حصل جيش في أي دولة من الدول حصل بانقلاب، العالم كله على مقدمة أمريكا تتكلم عن هذا الانقلاب السالب، ولا بد لعودة الحياة الديمقراطية والكلام الفارغ الكثير اللي بيقولوا ده. هنا عندما تمردت ميليشيا ضد الجيش لإنفاذ أمر سياسي لحمل مجموعة محددة للحكم مرة أخرى، تصمت الولايات المتحدة. ومش تصمت الولايات المتحدة، كل الذين يديرون في فلك الولايات المتحدة الآن هم في صمت تام للأسف الشديد الأخ عامر. كل الدول الموجودة حول السودان الآن تصمت تماما، لأن هذه هي إرادة الولايات المتحدة، بل يتبارون في كيفية إنفاذ ما تريد الولايات المتحدة للأسف الشديد في السودان.